السلام عليكم، أنا عبيد حياني، مصور في الشمال السوري. طبعا أنا من بلدة حيان، نازح لمدينة عفرين. طبعا نحن يوم الاثنين بتاريخ 6/2/2023 الساعة 4:17 فقنا على زلزال بقوة 7.6. طبعا الزلزال كان قوي جدا، أنا فقت فيقوني، ففي عنا فقنا يعني الأرض عم ترج فينا، وصوت الأرض رهيب رهيب جدا جدا. أنا بيرك في طبق تاني، فنحن بدنا يعني نشيل ونطلع خارج البناية، ما بقينا الأحجار عم تطب، المنازل عم تتهدم حوالينا إن كان بعفرين أو جنديرس. ففي عفرين صار الضرر كبير. أنا نزلت بدي أنزل بس للشارع، البناية كلها عم تنزل، وفاجعة كانت كبيرة يعني، ورعب وهلع بين الناس كبير جدا جدا. كانت كارثة، محشر في الشارع، محشر. نزلت كانت حتى لقيت سيارتي مدمرة بشكل كامل، يعني مدمرة بشكل كامل. فبركنا بالشارع، وكان مطر غزير غزير جدا جدا جدا، يعني حتى وقفنا بالشارع، الأطفال يعني برد عليا وبرد جدا، البنايات عم تتهدم، يعني شعور كأنه يوم القيامة، كأنه يوم القيامة. أمننا العيال وأمننا العيلة، وساعة ساعتين ثلاثة بنسمع غرف الأخبار أنه جنديرس كارثة كبيرة. طبعا أنا أمنت عيلتي واتجهت باتجاه جنديرس بعد 3 ساعات من وقوع الزلزال. كان زلزال مدمر، فتت لجنديرس، ما تخيلت الدمار اللي صار بجنديرس صراحة، يعني دمار بشكل كبير. أنا كمصور بدي أقوم بواجبي، إنه رغم إنه عفت عيالي في خيمة عند عالم مع 20 عيلة في خيمة لا تتجاوز 2 متر، يعني فوصلت لجنديرس كانت كارثة كبيرة جدا جدا جدا، يعني المدينة مدمرة بشكل كامل، الدفاع المدني عناصر قليلة جدا، لا تعرف ما تعرف إيش تتصرف. فكانت كارثة كبيرة، وأنا كمصور تركت عيالي وراي وتركت عيلتي وراي، ورحت أوثق الدمار اللي صار بالزلزال المدمر، وخصنص جنديرس كانت كارثة كبيرة، جنديرس مدمرة بشكل كامل جدا. فأنا كمصور في الشمال السوري رغم صعوبة الأمور، حتى كانت سيارتي مدمرة، استخدمت دراجة نارية في ظل البرد وفي ظل الأمطار الكثيفة اللي كانت، وكانت فاجعة كبيرة جدا. يعني جنديرس تقريبا نسبة 90% مدمرة بشكل كامل، الشوارع الناس في الشوارع ما عم تعرف تتصرف وين تروح، ورغم الأمطار الكثيفة. يعني هون قمنا في واجبنا على مدار 5 أيام، أنا من 5 أيام إلى الآن ما شفت عيلتي لحد الآن، يعني لسه لباسي هذا هو حاله. يعني أنا كمصور هون رغم الصعوبة ورغم الشيء اللي صار فينا، قمت في واجبي ورحت صورت بشكل، يعني وثقت كافة الدمار، وثقت انتشار الشهداء، وثقنا العوائل في الشوارع، مع انه عيلتي انا كانت في الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل، الرحمة للشهداء والله يشفي المصابين. هذا وضعنا في سوريا.